مسيحا إزيديا على شبك، مرجا مسيحا إزيديا على شبك، وتركمانا مع الأعراب نعتكف. أو بالنساء وسووا جلسات وخرجوا بمجموعة من التوصيات. هذه التوصيات أنا أعتقد أنها راح يتم عرضها على جنابكم، وبالتالي مشاركتها مع النخب ورجال الدين والأكاديميين الكركائيين لإنضاج الأمور بما يتوافق مع خصوصية المكون الكركائي، اللي أكيد تعتبر هذه الخصوصية مقدسة لدينا وتعتبر مصانة إن شاء الله لدينا. وبالتالي إحنا نريد أن تناقشون الأمور بالطريقة اللي تناسبكم، ترتدون الثوب بالطريقة اللي تناسبكم، وهذا أعتقد أنه يعتبر احترام أيضاً لخصوصيات المكونات. وإن شاء الله راح هذه التوصيات راح يتم مناقشتها بشكل مكثف. اليوم تشرفنا بمشاركتنا المؤتمر منظمة كابني مشروع جسرة اللي تهتم بالمرأة الكاكية بدورها وتعزيز دورها في صنع القرار وقضايا اجتماعية أخرى. أنا جدا سعيدة أنه كنت جزء من هذا المؤتمر ومن الجلسات الحوارية. طبعا الجلسات الحوارية اللي صارت بمناطق المتمركزة للمكون الكاكي فادت كلش البنات. مستقبلا نتمنى أنه تزيد هاي الحوارات والجلسات الحوارية حتى تتثقف أكثر البنت الكاكية بوجود أنه تعرف أنه أكو قوانين تحميها وأكو واجبات أنه هي تسويها وأكو حقوق إلها أنه هي تمارسها. احنا كمكون كاكي مثل باقي المكونات مهمش دور النساء فيها بشكل كبير، ربما اكثر من الواقين، بسبب الظروف اللي قبل سقوط 2003 من جهة التعليم، لان المناطق تقريبا نائية كانت صعوبة التعليم فيها كلش كبيرة. بس وراء سقوط 2003 تطورت الأفكار وقامت البنت تشارك، والعائلة هي نفسها تساند وبقوة أنه تشارك المرأة في كافة الميادين وخاصة التعليم. نشكر منظمة كابني على إتاحته الفرصة لنا لإقامة بهذا المؤتمر الهادف الجيد للمرأة الكاكائية. مثل هذه المؤتمرات تساعد على تثقيف المرأة الكاكائية وتنمية أفكارها وقدراتها الذاتية، لأن المرأة الكاكائية هي نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة، وتساعد المجتمع في تنمية قدراتها الذاتية التي هي تساعد الرجل وتساعد المجتمع. المرأة الكاكائية حالها حال بقية النساء، لها دور فاعل في بناء المجتمع، في الدوائر، وفي جميع المؤسسات الحكومية والمدنية. ولكن الآن يعني بعد هذه الجلسات الاثنين صارت بالقريات مالتنا، صار اكو تعزيز ثقة بالنفس، وصارت المرأة انه من خلال هاي الجلسات، وحتى انه طلبوا هم يعني الدليل على انه استفادوا، انه طلبوا بعد ندوات يريدون، فانه يريدون بعد ندوات حتى انه بعد يخرجون صوتهم. وهاي مثل ما قلت لك انه انا سمعت شغلات اليوم ما كنت سامعتها عن المرأة الكاكية، فاشوف بوجهة نظري، وهاي اكيد يعني باتفاق الكل، انه هاي الجلسات كلش تعزز من الثقة من النفس للمرأة وتنطي رأيها.